هاي في مود برضو فقط تكنولوجي اند ايديوكيشن لهالاسبوع، رح نتعرف اكثر على اجدد واروع السيارات لعام 2013، والدعايه يلي رح نشوفها حاليا بعنوان FAW Car 2012 Commercial. وطبعا صنع هالسياره كان اول تعاون ما بين الصين وايطاليا وامريكا. When art can be the perfect balance of different culture، عندما يوجد الفن يمكن تحقيق التوازن المثالي بين الثقافات المختلفة. هذا كل شيء لليوم بفقرة تكنولوجي and education لهالأسبوع. انتظروا الأسبوع القادم بموضوع جديد وأيضا تكنولوجيا إلى ما لا نهاية. ما تنسوا تتواصلوا ويانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وتشاهدونا على اليوتيوب Full HD. بشوفكم بعد شوية.